منذ قليل صدر البيان الختامي للاجتماع الأول لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية. من مقر الاجتماع بتنضم إلي مباشرة مراسلة أونلايف سالي سالم. أهلا بك سالي، وتابعتي الاجتماع، تابعتي أيضا الكلمات أو المؤتمر الصحفي الذي عقد في أعقاب هذا اللقاء. أترك إليك الكلمة، أهم النقاط التي تلمستها خلال الوقائع. نعم، تحياتي لك محمد. بالفعل من داخل أروقة مجلس النواب تابعنا أول تفعيل وأول جلسة والاجتماع لجمعية الصداقة المصرية البرلمانية المصرية الإماراتية. هذه الجمعية التي من المنوط بها تعزيز التعاون والتواصل بين مصر والإمارات، والتي أتى تشكيلها في إطار عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة النائب علاء عابد، وهو رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية. أنا برحب بسيادتك فندم على شاشة أون تي في. يعني العديد من النقاط التي أثيرت فيها هذا الاجتماع الأول، وأيضا بيان ختامي خرجتم به سيادتكم من هذه الجلسة، يعني أهم التفاصيل الخاصة بهذه الجمعية. ويعني دعنا أيضا نوضح لمشاهدينا ما هي جمعية الصداقة البرلمانية. شوفي حضرتك، أولا أهلا وسهلا بك داخل البرلمان. ثانيا أنا برحب بجانب البرلمان الإماراتي اللي موجود معنا، وعلى رأسه سمو الشيخ خالد بن زايد. الحقيقة اللي اتفقنا أنا وهو خلال جلسات البرلمان العربي أن تكون هذه الجمعية لها دور فاعل وقوي خلال الأيام القادمة ما بين الجانب المصري والجانب الإماراتي. الحقيقة إحنا بنتحدث تحديدا عن التشريعات البرلمانية المتبادلة ما بين البلدين، بحيث ان احنا يكون في تشريعات متوافقة، وخاصة في التشريعات المتعلقة بمكافحة الارهاب، التشريعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وايضا اذا كانت هناك مشاكل للمستثمرين الاماراتيين داخل مصر احنا بنحل المشاكل دي من خلال تشريعات، من خلال تواصل مع المسؤولين، لان الامارات دولة من الدول الصديقة ودولة من الدول الداعمة دائما لمصر. حتى يعني مرت من عدة ايام الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وإحنا نتذكر موقف الإمارات، دولة الإمارات مع الدولة المصرية، وبالتالي كان ضروري ومهم أن يتم تفعيل هذه الجمعية بشكل مباشر. تم الاجتماع النهاردة ما بين الأعضاء من داخل البرلمان الإماراتي والأعضاء أيضا من داخل البرلمان المصري الأعضاء الجمعية، وتم الاتفاق على نقط محددة نبدأ العمل فيها من خلال الأيام القادمة، منها زيارة دولة الإمارات والاطلاع على قوانين التي يعملون بها، وهم احنا برضو هنعرفهم بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار اللي تهمهم، بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أيضا هناخد منهم القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة وخاصة الثقافة، لأن أنت عارفة حضرتك الإمارات دلوقتي لها تجارب قوية ومحترمة خاصة في مجال التعليم والصحة، وإحنا عندنا خبرات قديمة. أنا شايف أن التجارب المصرية مع التجارب الإماراتية، مع وجود تنسيق، مع وجود استثمارات تضخ في مصلحة البلدين، هيكون هناك حدث كبير ما بين مصر والإمارات. كمان أنا تقدمت بالشكر النهاردة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود التي يعملها دائما، ومنها أنا شرحت للجانب الإماراتي وقلت لهم تعالوا شوفوا العاصمة الإدارية، ماذا يحدث في العاصمة الإدارية، تعالوا شوفوا منطقة العلمين، تعالوا شوفوا أيضا آلاف الأفدنة اللي مزروعة، ليه المستثمرين ما يجوش، وخاصة أن احنا عندنا أجود الأنواع من المنتجات الزراعية، نستطيع أن يكون هناك بدل ما التصدير 5% ولا 10% نستطيع أن نصل إلى 50%. عندنا إيد عاملة ماهرة أيضا في جميع المجالات، وهم أيضا متقدمين في مجال البناء، لما لا أن يتم تصدير العمالة المصرية إلى الإمارات، وخاصة أن دولة الإمارات انطلقت خلال الفترة الأخيرة انطلاقة كبيرة نحو الاستثمارات بكافة أنواعها وخاصة الاستثمارات العقارية. يعني بالحديث عن التنسيق والاجتماعات الدورية، كيف سيكون الاجتماعات واللقاءات التي تتم بينكم هنا في مصر فقط أم أيضا في الإمارات، ودورية والجدول الزمني لهذه الاجتماعات؟
هي اجتماعات شبه شهرية تقريبا، كل شهر تقريبا هيبقى في اجتماع، مرة هيبقى هنا في مصر اجتماع داخل البرلمان، ومرة أخرى هيبقى داخل البرلمان الإماراتي، وهيبقى في زيارات ميدانية. يعني احنا مش هنكتفي ان احنا نبقى قاعدين، هيبقى عندنا جدول زمني محدد خلال السنتين القادمين، هيكون في طفرة في التشريعات، هنصدر التشريعات، هتتوافق مع البلدين، هنشوف الشكاوي والاقتراحات المقدمة من مستثمريهم، هنشوف ايضا الجاليات المصرية وما تحتاجه من قوانين خاصة بالامارات، هنبتدي نتحرك زي ما قلنا حضرتك، هنروح زيارات ميدانية لصعيد مصر ولكل جزء في مصر يستطيع أن يكون هناك استثمارات، يستطيع أن يكون هناك تنمية مستدامة، وأيضا في دولة الإمارات في أبو ظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، كل هنكون هناك زيارات ميدانية، والاحتكاك المباشر من خلال الزيارات الميدانية ومقابلة المواطنين هو اللي بيقدر يوصلك الى الموضوع ويوصلك الى الاحتياجات. وانا شايف ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى الضوء الاخضر خلاص، وقال بناء الانسان المصري، وبناء الانسان المصري يحتاج التكنولوجيا، يحتاج استثمارات، حتى يكون هناك تعليم وصحة وثقافة جادين، حتى يكون لدينا خطة 2030، وهي ان يكون هناك طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الاقتصاد المصري. انا فندم يعني اخيرا اهم في نقاط سريعة ما وضع في البيان الختامية للبرلمان العربي صباح اليوم. النهاردة في أصدرنا في اللجنة المتعلقة بالتشريعات وحقوق الإنسان أولا بيان إدانة لما تفعله جماعة الحوثيون من اعتداءات، نمرة 2 بيان صدر اليوم متعلق بحقوق الإنسان. الحقيقة أنا كان لي ورقة عمل تم تقديمها أن يكون هناك بعض الأشخاص الذين يروجون، لأن حقوق الإنسان في الدول العربية حقوق ليست مكتملة، أنا بقول إن في أخطاء، ولكن بيعتمدوا على بعض المنظمات زي هومن رايتس ووتش، زي الكرامة القطرية، زي منظمة العفو الدولية، وهذه المنظمات تصدر التقارير تدين بعض، هناك إدانة لدولة البحرين، هناك إدانة للدولة السعودية، هناك إدانة للدولة المصرية، هناك إدانة لدولة السودان، ولكن أنا أتساءل إذا كان منظمات حقوق الإنسان داخل دولة أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية تقول من خلال الإحصائيات أن 81% من الانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في العالم تحدثها أمريكا داخل أمريكا وبرا أمريكا، بداية من قنابل التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي، وبداية أيضا بما يحدث في أفغانستان وما حدث في العراق وما حدث في اليمن وما حدث في فلسطين، كل هذه انتهاكات نهاية بانسحابهم من مجلس حقوق الإنسان الدولي، داعمين للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد الدول العربية وضد المجتمع الدولي. أشكرك يا فندم على كل هذا التفاصيل وعلى إتاحة هذا اللقاء. شكر جدا وسعيد بوجودكم معنا هذه القناة المحترمة اللي دايما بتنقل الحقيقة لجميع المصريين. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. يعني محمد كان هذا لقاء سريع وبعض التفاصيل عن اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، وبعض التفاصيل أيضا عما دار في البرلمان العربي صباح اليوم. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك سالي سالم، مراسلة أون لايف.